مقاتل تيمي إشارة جميلة جدا يا أبو أيمن، وسعيد بسماعك الله يحفظك ويا مرحبا ومسهلا عبر. كيف أسأل أخي العزيز أبو راجل، أنا نفسي سعيد طال عمرك، سعيد وجود الطيبين أمثالك أنت وبعيسى أبو خليفة والناس الطيبين أبو مشعل وكل أخواننا طبعا الموجودين، كل أخواننا الخليجيين والعرب، فشي طيب شي طيب ما شاء الله. افتقدتك أنا تقريبا أظن أسبوع ما تواصلنا، أسبوع تقريبا أبو راشد. كيف أسأل والله أظن أزود من أسبوع طال عمرك، وبغيت الصراحة مني أنا يعني مشغول وكنت شوي فكنت أطلع في أوقات يعني الصباح شوي أحيانا، فالعذر والسموح طال عمرك. كيف أسأل أخوي براشد، أكيد لك السموحة ومعذور أخوي براشد، معذور طال عمرك، ترى هذا معدزين ومتحصل حد في أوقات الصبح ما شاء الله تفاضي شوي، لأن صبح تعرف في دوامات والصبح الواحد شو له يعني ما إلى مزاج مثل ما تقول، أما وقت العصر أنا عندي الوقت ما شاء الله يعني اللي هو من الساعة 5 إلى الساعة 9 أو 10 هذا أشوف الوقت المناسب عشان نتواصل، وما يمنع في الإجازات مثل ما تقول أو في الويكند التواصل ما يمنع التواصل طبعا. كيو أسل ألفا 41 أوسكار جولف 4ID A71 بيو في العودة. والله يا سيدي يعني إيش أقول لك، أنا مثل ما تقول في إجازة وهاليومين نقضيها طال عمرك، يعني إيش أقول لك، شقال سايق حق البيت الأود وروح، وعندي الدريور مثل ما تقول خذ إجازة ومتوحق الحين، يعني ما في إلا أنا في البيت رايح وجاي وبكرة بيكون إن شاء الله راح يكون آخر يوم، ويوم الأحد راح نرجع للدوام إن شاء الله على خير إن شاء الله. الله يحييك أبو أيمن، ما نطول على الربع، وسعيد بسماعك طال عمرك، وأنا حبيت أسلم عليكم ومعكم إن شاء الله شويات، وراح أضطر إني أترك المحطة، فلكن ذي أبو عيسى.